أنا أميرة، شهرة ميرو. أول ما ابتديت دهب صيني من 4 سنين تقريبا، ما كانش لسه مسمع معايا قوي، دلوقتي بقى مسمع أكتر لدرجة إن زمايلي وصحابي والعملاء اللي بيشتروا معايا هنا مني هنا من شبرا الخيمة طلعوا عليا لقب أميرة الدهب الصيني. أميرة الذهب الصيني. طب يعني خلينا نقول كده، يعني ليه ذهب صيني مش أي مشروع تاني تبدأي تفتحيه يعني؟ والله هو انا مشاريعي كتير قوي، يعني انا دايما بقول ان طول ما البني ادم عايش وفي حيل يعمل حاجه لازم تسعى ولازم تجتهد. فانا كنت فاتحه مشروع اصلا اوريدي وانا في اولى جامعه، كنت فاتحه حضانه لاني بحب الاطفال جدا، بس فضلت في الحضانه مكمله لحد ما جت الكورونا قفلت كل المشاريع. واول ما ابتدينا نقول الدنيا استقرت شويه ابتديت اشتغل في الاونلاين بقى. يعني دايما بسمع كده ان الذهب الصيني بيكون يعني الجودة بتاعته والماتيريال بتاعته مش عالية، ودايما لونه بيتغير، حاجات زي دي. دي حقيقة فعلا، بس بتبقى دي بقى ده اللي خلاني بقيت أميرة الذهب الصيني اللي هي المصداقية، ان انا عندي مثلا حلق سعره 20 جنيه وعندي كارت تاني فيه 3 حلقان التلاتة ب 20 جنيه برضه. لازم وانا بشتغل وبدي العميلة لازم بقول لها ان ده هيغير وان ده مش هيغير، ان ده مدته قد ايه وده مدته قد ايه. طيب خلينا نتكلم عن الأسعار والأنواع كمان، يعني عرفينا كده يعني ايه اللي هنا ممكن لونه يتغير وايه اللي ممكن لونه ما يتغيرش. بص هقول لحضرتك على حاجه، هي برضو بتتوقف من شخص لشخص، يعني حسب البشره وحسب الجلد حسب كميه العرق حسب في تعليمات انا بقولها للعميله اللي بتشتري مني، ان هي لو فعلا مشيت على الرولز دي صح مش هتغير منها القطعه خالص. ان هي اول حاجه ما بتحطش على ايديها كحول خالص ولا بيرفيوم ولا اي حاجه فيها مواد تغير لونه. تاني حاجة انت لو حافظتي عليها وحطيتيها في مكان مقفول ما افضلش لابسها طول الوقت، لان طبعا اوريدي اصلا الذهب الحقيقي بيغير، فانا مش هفضل لابسها طول الوقت وفي نفس الوقت ما احطش عليها برفان ما احطش عليها كحول ما هينهاش، لا اتعامل معاها معاملة انا لو عندي فعلا قطعة ذهب ببقى خايفة عليها خايفة الفص يقع، فدي مش ذهب فمش عشان هي بقى مستحملة ان احنا نقسى عليها اكتر. الأسعار بتبدأ من 20 جنيه، الأسعار بتبدأ من 20 جنيه بتوصل بقى الاسعار لكام؟ بتبدأ من 20 جنيه يعني كل ما بتبقى الماتيريال اعلى كل ما السعر بيعلى. يعني انا ورينا مثلا كده. عندي دلوقتي مثلا الدبلة الصيني دي ده اقل سعر صيني قطعي في مصر، ان انا ببيع جملة قطعي بسعر الجملة، لان حضرتك برضو انا عايزة ابين الفكرة دي برضو للناس. انا لما كنت ببيع بكمية قليلة، يعني لما كنت بروح اخد 3 دبل او 6 دبل من المكتب اللي بتعامل معاه ما كانش بيديها لي بالسعر ده، فطبعا الحمد لله الثقه اللي ما بيني وما بين الناس خلتني اعرف اعمل جروب اكبر وفي عدد كبير فبعرف اجيب لهم عدد اكبر. يعني أنا كشخص دلوقتي مش بيفهم في الذهب قوي، حاسس إن ده ذهب قدامي دلوقتي. هو بالفعل جالي عريس وعروسه من كام يوم اخدوا مني ذهب. استني، عريس وعروسة جم هنا عشان ياخدوا ذهب صيني؟ هو طبعا انت عارف ان اسعار الذهب دلوقتي عدت كل المراحل.